حياكم الله مجددا مشاهدينا ومستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل. بحضور عدد من ضباط الداخلية وأمام عدد من وسائل الإعلام دشنا في مطار حمد الدولي جهاز جديد لتعزيز منظومة الأمن الذكي في الدولة، وهو جهاز من تصميم وتطوير النقيب مهندس علي حسن الراشد قائد سرية التقنيات الأمنية بقوة الأمن الداخلي الأخوية. نعم، يكشف الجهاز الجديد عن المجرمين ويكشف عن الأمراض الوبائية. التفاصيل نشوفها مع بعض في هذا التقرير. المحقق الذكي هو الجهاز الجديد الذي أعلن عنه النقيب المهندس علي حسن الراشد، جهاز صممه وطوره الضابط القطري الشاب من قوة الأمن الداخلي لخوية، وهو عبارة عن نظام جديد يعمل بخوارزمية خاصة للكشف عن المجرمين والإرهابيين ومتعاطي المخدرات، كما يكشف عن الأمراض الوبائية. احنا نصور عين الشخص بالإضافة إلى حرارته، بحيث أن الشخص يجي يوقف قدام الجهاز لمدة ثانيتين فقط، فالجهاز بشكل سريع جدا يلتقط عيون الشخص وحرارته، وفي خوارزمية علمية الحمد لله تم اكتشافها تقوم هذه الخوارزمية بعمل تحليل وتعطيك النتيجة إذا كان الشخص طبيعي أو غير طبيعي. يرصد الجهاز العلامات غير الطبيعية على الإنسان من خلال شكل بؤبؤ العين، ويمكن الاستفادة منه في تعزيز الأمن في المنافذ والنقاط الأمنية، إضافة إلى المستشفيات وأقسام الطوارئ. هناك عدة أشخاص يحاولون يخفون المواد بطريقة أن الجهات الأمنية ما تكشفها، فإحنا توصلنا من هذا المبدأ لنجد حل أن نكشف الشخص الذي يحاول أن يخفي الجريمة أو يخفي مواد يريد تهريبها إلى داخل الدولة أو خارجها. الجهاز الجديد تم تسجيل ملكيته الفكرية وسيدمج في منظومة الأمن الذكي في الدولة. والحين مشاهدينا الكرام ننتقل إلى مركز شباب برزان، حيث يتواجد نديبنا فواز مزهر نتعرف منه على الأنشطة والفعاليات اللي نظمها المركز في موسم الصيف. مساك الله بالخير يا فواز وكل ما عندك. مساكم الله بالخير، يا هلا وغلا فيكم جميع وحيا الله مشاهدينا. احنا نتواجد اليوم في مركز شباب برزان حيث ينظم العديد من الأنشطة والفعاليات، وذلك لبدء الموسم الصيفي لشهر الخير شهر رمضان. معانا من مركز الشباب شباب برزان معانا السيد أحمد العمري، يا هلا وغلا فيك، مدير النشاط في مركز شباب برزان. حييك ونشكرك على تاحة الفرصة هذه وتواجدنا معاك اليوم. بالعكس، احنا اللي حابين نشكركم على هذا اللقاء، وحابين ولو يعني بشكل بسيط نذكر نبذة عن مركز شباب برزان وعن الأنشطة اللي يقدمها والأهداف اللي بيوصلها لأهل المنطقة وللمجتمع بشكل عام. طيب، بما أنك تكلمت عن الأهداف، احنا الفعاليات الصيفية اللي أنتم تسوونها دائما في مركز شباب أم صلال، كلمنا عنها باختصار لأن عندنا كلام طويل اليوم. طبعا مركز شباب أم صلال كان اسم القديم، الحين طبعا حولنا المركز شباب برزان. مركز شباب برزان فيه أكثر من نشاط، عندنا تقريبا حول 9 أنشطة، هاي أنشطة عامة، وعندنا أنشطة خاصة احنا نخصصها فقط للأنشطة الصيفية، لأن تدري احنا يعني من حولنا من وزارة الثقافة إلى وزارة الشباب والرياضة صار عندنا أهداف ثانية، أهداف تغيرت، الشباب نفسهم تغيروا، عرفت؟ فصار عندنا هدف ان احنا نبرز أنشطة معينة يستفيدون منها الفئة المستهدفة لهذا الصيف. حلو. طيب، احنا ان شاء الله مقبلين على شهر الخير شهر رمضان، باقي ايام قليله، هل انتم منظمين فعاليات مخصصه لهذا الشهر؟ طبعا كل سنه احنا عندنا عده فعاليات خاصه في شهر رمضان المبارك. اقرت اداره المركز وعلى راسهم الشيخ فيصل بن احمد الثاني ان يعني عندنا اكثر من مشروع نسويه في شهر رمضان المبارك. من هالمشاريع ان عندنا الخيمه الرمضانيه، وهي الخيمه الرمضانيه خاصه في السيدات فقط، وراح تكون إن شاء الله من بداية شهر رمضان إلى 9 من شهر رمضان، وهي على تقريباً 3 سنة ورابع سنة على التوالي أن احنا نستضيف فيها هذه الخيمة الرمضانية، ويكون فيها عدة فعاليات. هالفعاليات تستهدف الفئة النسائية، وراح يكون عندهم إن شاء الله يعني هم يعني راح يستقطبون
عدد من الداعيات القطريات اللي لهم باع في هذا المجال، مجال الدعوي، وراح يكون فيها طبعا مسابقات، وراح يكون ان شاء الله عندهم مقهى شعبي ما شاء الله. وصراحه يعني وعندنا اكثر من نشاط، عندنا بعد اللي هو دوري الصالات. دوري الصالات عندنا قريناه من كذا سنه. هاي لحظه بس عشان ما نلخبط المشاهد، انت الحين تكلمت عن الفتيات، الصالات ايضا للفتيات؟ لا طبعا الصالات هذا تبع الشباب مركز، طبعا في انشطه منقسمه بين فتيات برزان وبين شباب المركز، لكن كل الهدف واحد طبعا. اكيد اكيد انا معاك، بس عشان المشاهد بس يعرف ان مثلا للفتيات في الاقسام اللي ذكرتها، هل في اضافه مثلا من الفعاليات للنساء او للفتيات؟ النساء راح تكون عندهم خيمه رمضانيه في شهر رمضان المبارك، راح يكون عندهم فقط الخيمه الرمضانيه، والخيمه الرمضانيه قلت لك تقريبا راح تكون مده 5 ايام. فيها انشطه دعويه ومسابقات واسئله ثقافيه، مقهى شعبي واكلات شعبيه بشكل عام، تستهدف اهل المنطقه. بس اهل المنطقه ولا مثلا حد من برا؟ احد ثاني من المناطق الثانيه، لكن بالاخص اهل المنطقه والمناطق المجاوره لها. طيب الفئات السنيه، انا بس عشان نطلع من النساء والفتيات، فئات سنيه معينه عندكم ولا بالنسبه لشهر رمضان؟ لشهر رمضان، بالنسبه لشهر رمضان اذا تكلمنا عن الفتيات فراح يكون فقط للسيدات والاطفال دون 6 سنوات. اما كشباب مركز برزان احنا راح يكون عندنا اللي هو دوري الصالات، راح يقسم الى جزئين، عندنا اللي هو للشباب من 15 سنة وما فوق، وعندنا للصغار راح يكون لهم دوري خاص فيهم. أيوة. وعندنا اللي هو الاعتكاف، طبعا كل سنة عندنا احنا يكون برنامج الاعتكاف يكون في 10 الأواخر من رمضان، يستهدف بشكل عام الصغار والكبار، يكون فيها مشرفين لهم باع طويل في هذا المجال، خاصة في المجال التربوي، ويستفيدون منهم حلقات ذكر ما شاء الله ما شاء الله. الله يجزاكم خير وميزان حسناتكم ان شاء الله. اكثر من مشروع طبعا بالنسبه لرمضان، اذكر لنا. حاب اذكر لنا صار عندنا اللي هو افطار صائم، هاي بالتعاون مع مؤسسه جاسم محمد بن جاسم الخيريه، راح تكون 700 مفطر ان شاء الله صائم، راح نفطر، راح يكون العدد تقريبا 700 شخص وما فوق، طبعا هي كل سنه عندنا هالشيء. وعندنا اللي هو السله الغذائيه بالتعاون مع قطر الخيريه، راح تكون تقريبا لما يقارب 300 عائله وسرة. ما شاء الله. طيب أنا لفت انتباهي فن القلطة وفن القلطة المحاورة اللي احنا نعرفها. صحيح. طبعا كلمنا عن هذه الفعالية. طبعا تماشيا مع رؤية قطر في الحفاظ على الموروث الثقافي لنا والموروث الشعبي اللي توارثنا من أجدادنا، رأت إدارة المركز أنها يعني عندما جاهم يعني هذا هالبرنامج اللي هو خاص فن القلطة، رأوا أنهم يدعمونه يعني بكل النواحي، لأن احنا مفتقدين هالأشياء، خاصة أن رأينا أن يعني ان بدت الاجيال انها تروح، يعني خاصه بالنسبه لتراثها ويعني وقيمها وعاداتها وتقاليدها، ما نبيها انها تروح هنا، فاحنا حبينا ان ندعم هالنشاط، وهالنشاط طبعا هو تقريبا هاي ثاني سنه له، تقريبا يعني يجمعون حوالي اكثر من 50 شخصيه، في منهم من ضمنهم شعراء خليجيين، في من ضمنهم يعني ناس معروفين هذا يعني الفن. يعني مش للمواهب هو، لا مش في المواهب فقط، وبعد يستضيفون شعراء خاصة في، أنا أكلمك كمهرجان، في إحنا عندنا اللي هو أسبوعياً في عندنا بروفات تصير لفن القلطة، في عندنا المهرجان السنوي، المهرجان السنوي اللي يصير يكون فيه اللي هو استضافة الشعراء معروفين في الخليج، ويكون فيها الشلات ما شاء الله. على فكرة هو يساعد على يعني سرعة البديهة والنشاط الذهني، ترى يعني أنك ترد في بيت الأبيات هذه الردود، ترى شيء صعب مش أي واحد يقدر عليه. طيب كلمنا عن إقبال الجمهور، بما أن الحين قلت لي أي سنة الحين صار لكم؟ السنة هاي السنة الثانية. الثانية. بالنسبة لإقبال الجمهور طبعاً زاد عن السنة اللي طافت، لأن قبل كان تدري، خاصة لما ما حد يدري عن الموضوع أو المهرجان أو أي نشاط تقوم فيه في أي مركز، يكون عندك في البداية يعني قلة من اللي يحضرون، لكن مع الأيام مع الانتشار خاصة في السوشيال ميديا والدعايات اللي أنت تقوم بها يعني تدعم هذا النشاط، يصير عندك إقبال كبير لهذا النشاط. فقلت لك إحنا تقريبا الحين يزيد عن 50 شخصية يعني يجونا تقريبا ما شاء الله. طيب هل عندكم مثلا أشخاص أو مسؤولين متخصصين في تقييم عملكم السنوي أو الصيفي؟ بالنسبة للتقييم إحنا شوف، إحنا في أي نشاط نقوم فيه سواء كان بالنسبة لشباب برزان أو فتيات برزان، في نهاية السنة إحنا نقوم بتقييم، التقييم يكون تابع للشخصية نفسها، للطفل سواء كان يعني من عمر 6 سنوات وتحت او عمر 15 سنه وما فوق، يصير عندهم استبيان خاص فيهم، واستبيان خاص ايضا لاولياء الامور، اذا لاحظوا اي تغيير في الطفل نفسه، سواء كيف كان قبل ما يدخل شباب برزان وعقب ما يدخل شباب برزان. بعدين احنا طبعا الاداره تقوم باجتماع
سنوي بعد ما يصير هذا النشاط، ويصير ان نذكر ايش السلبيات اللي قمنا فيها، الايجابيات نعززها والسلبيات نحاول نتفاداها في كل سنه. ما شاء الله، حاب تقول كلمه اخيره؟ احنا ما شاء الله الكلام معك والله العظيم ممتع جدا. الله يخليك. بس تعرف احنا ملزومين في وقت. حاب الله يعينك، حاب تقول كلمه اخيره للشباب وللفتيات ايضا دعوه؟ بالنسبه لي انا حاب ان ادعو جميع الشباب، سواء انا ما اذكر فقط اللي حوالين منطقه شباب برزان، سواء مصلاه العلي والمناطق الثانيه، انا اتكلم اي شاب يشوف عنده موهبه، عنده يعني فعاليه بيبرزها، عنده نشاط معين حاب انه يبرزه. نعم. انا يعني اتمنى انه يحضر شباب برزان، لان احنا عندنا صراحه جميع الانشطه يعني اللي يحتاجها اي شخص، والكوادر موجوده. صحيح. والاقسام اللي تحتاج، انت لو اخذت دوره على المركز راح تشوف يعني لا، وحتى لما يتقابلون المعرفه ومعرفه الناس جدد، وهذه الصحبه حتى طيبة. لاحظ احنا يعني حتى يعني شعارنا كان مال السنه اللي طافت كان صحبه خير، وان شاء الله هالسنه راح تكون بعد صحبه خير ان شاء الله. باذن الله الله يوفقكم ان شاء الله. وشاكرين لك اخوي احمد العمري مدير نشاط في مركز برزان، هذا اللي كان عندنا، وننتقل للاستديو. شكرا لكم مشاهدينا. الله يعطيك الف عافيه فواز، شكر لك، وشكر ايضا لضيفك الكريم والمركز برزان على جهودهم. نعم، ننتقل مشاهدينا الى الاهتمام الانمائي، حيث اعلنت هيئه الاشغال العامه اشغال بانه سيتم تحويل الحركه المروريه على جزء من شارع الكسارات في المنطقه الصناعيه من الدوار 23 الى الدوار 33 ابتداء من يوم السبت المقبل، وذلك لمده 6 شهور. سيتم تحويل الحركة المرورية مشاهدين الكرام إلى المسار المقابل اللي تم توسعته ليستوعب الحركة المرورية في اتجاهين، كما هو موضح في الخريطة المرفقة قدامكم. نعم، ويهدف هذا التحويل المروري إلى استكمال تنفيذ أعمال مشروع تطوير المنطقة الصناعية، والذي سيعمل على تعزيز الانسيابية المرورية في المنطقة وتطوير البنية التحتية بشكل جذري. نسأل الله التوفيق يا حمد للجميع. مشاهدين الكرام، كما أعلنت أشغال بأنه سيتم إغلاق مسار واحد من دوار الكورنيش في مدينة الخور في الاتجاه من كورنيش الخور نحو شارع الأمير وبالعكس. نعم، وخلالها سيبقى مسار واحد مفتوح للسير في كلا الاتجاهين، كما سيتم إغلاق الجزيرة اللي في النص وكتف الطريق في جميع الاتجاهات المؤدية للدوار، وبيبدأ الإغلاق يوم السبت ويستمر لمدة 2 شهر. ويهدف الإغلاق مشاهدينا الكرام لتنفيذ أعمال تطوير البنية التحتية في الشارع التجاري في الخور، وتحويل دوار كورنيش الخور إلى تقاطع بإشارات ضوئية. ستقوم إن شاء الله أشغال بوضع اللوحات المرورية والإرشادية اللازمة في كافة مواقع المشروع لتنبيه قائدي المركبات خلال فترة العمل. يذكر أن مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في الشارع التجاري بمنطقة الخور يندرج تحت سلسلة المشاريع اللي تنفذها هيئة الأشغال العامة ضمن برنامج الطرق المحلية وشبكات الصرف، والذي يهدف إلى تطوير البنية التحتية القائمة وإنشاء بنية تحتية متكاملة في جميع المناطق الجديدة بكافة أنحاء الدولة بما يتوافق مع المعايير العالمية. نسأل الله التوفيق لهم مشاهدين الكرام، والمطلوب مننا يا حمد كالعادة نحن نصبر، لأن هذا يمكن الإغلاق هذا بالأول بالأخير مثل ما تعرفين لمشاريع تعم المصلحة العامة للدولة. نعم، لازم الإنسان يلتزم وتذكروا، خلوا أقرب مثل لكم اللي هو الكورنيش، يوم سكروا الجزء الأول شارع الكورنيش الرئيسي الناس كلها عانت من الأزمة، لكن اللي صبروا الحمد لله شوفت عينكم، الحين الحركة انسيابية والناس مرتاحة على ذا الشيء. الموضوع يبغي له صبر، 6 شهور كذلك 2 شهر. نعم، بالتوفيق إن شاء الله. مشاهدي الكرام، فاصل قصير ونواصل ما تبقى من برنامجكم ترحيب، خلكم معنا.